فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فليس هنالك تعليق، هنالك تأطير أو إعادة تأطير للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تقنين من قنوات كاناليزي، وكذا الحفاظ على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لبلدنا. ولهذا علاقتنا بالاتحاد الأوروبي تقوم على الشفافية، تقوم على الشراكة الاستراتيجية، ونحن على ثقة من أن الطعن الذي عبر عنه وزراء خارجية في الاتحاد الأوروبي بالإجماع من أجل تصحيح القرار الغير العادل والغير المفهوم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية ضد بلادنا. ولهذا شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي قائمة، وقائمة على مبدأ رابح رابح.